أنا خليل هوي من الزوايدة، ترعرعت وربيت في وادي رم. إحنا نقوم الفجر وبعد ما نصلي نقوم العيلة تقوم طبعاً يعملوا هالفطور وبعدين يحلبوا الحلال، يسرح بالحلال والجمال كمان تسرح لحالها هون عندنا، فيسوي رزق الحلال. ولو يوم من هذا نجي في السوق مثل السمن اللبن الخربان إشي نبيح ويساعدنا، لأنه في الصيف نكون قريبين للمية، وفي الشتاء زي هيك نبعد في بعض من الجبال نعمل فيها سدود من المطر يتعبن فنشرب منها، لما تيجي تخلص نروح قريب للأبار المي. بالنسبة لبيت الشعر يصنع عنه النسوان، نقص الغنم الصمرة، ولما تنقص الغنم ينقص الغنم تيجي المرة مثل تطرق بالكرداش أو طرق، وبعدين يغزلنه بالمغزل فيخلصنها في مدة أقل من أسبوع. لما واحد مثلا يكون قلبه يوجع أو في معه صداع أو هيك يعملوا يجيبوا الشيح والقيصوم مثلا والبعيثران يغلوهن، لما يحل يصير زي المية اللي تعطي على خضار تميل للخضار، والشجر ما بيضر إذا ما نفع ما يضر. أكثر إشي نجيب النواشف مثل الرز والعدس والشغلات هذول على بناء إنهن إيش ما يخرب، لأنه ما في ثلاجة عندنا نعمل مثل يعملوا شراك. والله يحون عندنا التعاليل نظل نأخذ السوالف القدام والسوالف المشجعة والسوالف الكرامة والسوالف كلها سوالف، وفي بعض الأوقات تتخلخلها الربابة. والشاعر خلف المشعان لما يقصد يقول المال يا ابن حنيف ملعون بالمال، عز الذليل وذل ناس عزيز.